الله يتوب علينا من هالمصلحة بجاهل حبيب. خير، شو بك عم تنفش؟ لا قسما بالله يا صلاح، مليت من الشغلة. طول النهار عم بفتل على كعاب رجلي بين الطاولات مثل ما كوك الحايك، على هات وجيب وخود وهات وروح وتعا، والكل عم يتأمر عليك. ايش بدك تعمل؟ هيك مصلحتنا. ولك تضرب هيك مصلحة يلي بتخلي مين مكان يتمقطع فينا يا صلاح. الله وكيلك، في ناس بتتعامل مع الجرسون وكأنه خدام وضيع، خلق بس ليخدمون ويلبي طلباتهم. يعني من أول ما يعدوا على الطاولة لوقت ما يمشوا بينادوا لك 50 مرة، هات مي، هات محارم، بدل هالمعلقة، عطينا غير هالشوكة، ناولنا نكاشات أسنان، غير لنا الطاولة، هات كاتشاب، عطينا مملحة تانية، ليش هاللحمة قاسية؟ ليش الشوربة باردة؟ رخينا البرادي ضربة شمس بعيوننا، خففنا هالموسيقى نصر على رأسنا وعلى هالمنوال، وآخر شيء بيلحشوا لك 25 ليرة بخشيش وبيمشوا. إيه بس مو كل الزباين هيك. يا سيدي إذا مو كلهم أغلبهم. لا، ونادرا ما يطلع لك زبون ابن حلال طلباته قليلة وبخشيشه محرز، نادرا. والله معك حق، بس شو طالع بيدنا نعمل؟ هون لمصيبة، مو طالع شيء. بس وينك صلاح؟ أنا إذا بضل على هالحالة أبطأ بنفجر، وبصراحة لازمني إجازة كم يوم غير فيها جو، لأنه صار لي سنة ما أخذت إجازة وحاسس حالي رح أفن هون. بقى بدي أقضيلي كم يوم بعيد عن المطابخ والمطاعم وطلبات الزباين وريحة القلي والزفر وطرطقة الصحون والملاعق. يا شو علي، قدم إجازة، أنا ما بظن إنه مدير مطعم يقول لك لا. وهو كذلك اليوم رح أفتح معه الموضوع. عال والله يا سامي، حط علبة محارم ونية مي على الطاولة سبعة. تأمر أمر أنت الثاني. حط حط. كم يوم بدك إجازة؟ أسبوع زمان. مو أسبوع كتير سامي، يعني هلأ موسم وصعب كتير نستغني عنك أسبوع كامل. طيب معلش، لكن أعملهم 5 أيام. تكره، تقدر من بكرة تعتبر حالك بإجازة. بخلي لياك، بدك شي؟ ماشي الحال. يلا السلام عليكم. سلام. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. في طاولة محجوزة باسم الأستاذ سامي مرزوق. إيه تفضل، وايد طاولة. تفضل استاذ. تفضلي. تفضلي من هنا. يا اهلا وسهلا، ان شاء الله عجبتكم الطاوله استاذ. ما بها شيء، ماشي حاله. اهلا وسهلا. متر. نعم استاذ. شكرا لك استاذ. متر. نعم استاذ. بتضل واقف هون مزروع جنب الطاوله، ما بتمهي صحنيك ولا هون؟ بامرك استاذ. طلبي لازم ينزل بسرعه، ها؟ وبدي كل شيء تازه وسخن، وبتغير لي هذا الشرشاف وكل الصحون والمعالق، وما بتنزل على الطاوله الا الشغلات اللي بطلبها. بامرك استاذ. يعطيك العافيه. مسك يا ابني، غير لي صحن هالبطاطا لانها قاسيه كتير، والسلطه بدي اياها خشن ليمون اعمي. بامرك استاذ، منغيرهم. بعدين البرك يا اخي، البرك غابه زيت شبعاني، بدي اياها مأمره ومحمره تحمير مثل جناح الدبور عم تقرش قرش. بامرك استاذ. وبدي شويه زيت على صحن الحمص، وشويه مايونيز للشيش طاووق، وكاتشب حلو للبطاطا، وشويه دبس رمان للبابا غنوج، وطحينه اكسترا للمتبل، وكاسه صغيره فيها حمض وتوم وخل، والكولا بدي اياها دايت، والعيران بلا توم، وسلطه الزيتون بلا دبس رمان، والكب الحميص بدي اياها مأمره اكثر من هيك، والكب المشويه بدي اياها ناشفه. بامرك استاذ، هلا منغير كل الطلب. بس بسرعه لو سمحت، بلشت عصافير بطني تزقزق. بامرك استاذ، بس تمهلني 10 دقائق. ماشي الحال. لك شبك سامي، شو صار لك؟ خف على الزلمه شوي. حقي، هذا حقي، انا زبون ولازم تتلبى كل طلباتي. بعدين انت الثاني ما لقيت نقضي اول يوم بالاجازه غير بالمطعم؟ مو على اساس حابب تغير جو المطاعم تطلع من هالروتين؟ وهي عم غير جو، بس بدل ما اكون جرسون صرت زبون. هلا هذا اللي طلع معك؟ يا وفاء افهمي علي مشان الله، انا طول السنه عم اركض بين الطاولات لاخدم الزباين، بقى ما بيطلع لي يوم من هالسنه اتنزع فيه على الطاوله واعطي اوامر وتركض الناس لتخدمني؟ ابي يطلع لي شو ناقصني يعني؟
عن اذنك شوي راح اتواريت. سامي؟ نعم استاذ. شو صرت هون؟ لا نكش اسنان لو سمحت. ما في خواص. قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه.